لكل مدرسي التاريخ، معهد جوتا المركز الثقافي الألماني بيعمل مسابقة اسمها اكتشف التاريخ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. المسابقة عبارة عن بحث تاريخي هيقوم بيه التلاميذ، والهدف منه هو توعيتهم بأهمية التعلم القائم على البحث والاكتشاف والبعد عن الصورة النمطية للتعلم بالحفظ. أحب أعرفكم بدورنا كمدرسين، إزاي نقدر نساعد الطلاب خلال رحلتهم البحثية؟ أول حاجة محتاجين نعرفها هو إننا كمدرسين هنعرف تلاميذنا على المسابقة ونشجعهم على المشاركة فيها ونمشي معاهم خطوة خطوة، وطبعاً هنقدم ليهم الدعم المستمر. فأول خطوة هنساعد التلاميذ في اختيار موضوع البحث وتحديد السؤال الأساسي اللي هيعتمد عليه، وخلال الجزء ده هنركز على إن 1- الموضوع يكون ليه علاقة بتاريخ منطقتهم أو تاريخ عائلتهم. 2- يكون موضوع من الماضي والطلاب مش فاكرين عنه حاجة. بعد اختيار الموضوع، التلميذ هيحدد السؤال اللي هيقوم عليه البحث، بشرط إنه ما يكونش سؤال الإجابة عليه بنعم أو لا، ولكن سؤال يخليه يبحث أكتر وأكتر. في الجزء الثاني هنهتم بمساعدة الطلاب على اختيار المصادر، وهنراعي إن المصدر ما يكونش من الكتب الدراسية، ولكن يكون من الصور أو الكتب القديمة أو الرسائل أو اللقاءات مع الشهود المعاصرين. وهنوجه الطلاب لاختيار مصادر بوجهات نظر مختلفة، وهنقول لهم إزاي يقيموها ويجمعوها في قائمة واحدة. أما في الجزء الثالث هنساعد الطلاب على عمل جدول زمني وخطة عمل ليها خطوات منظمة ومواعيد محددة. في أثناء البحث هنساعد الطلاب في اختيار أنسب طريقة عرض حسب الموضوع، واللي ممكن تكون فيديو توضيحي، فيلم قصير، رسوم كاريكاتير، تسجيل صوتي أو عمل مكتوب. في الآخر خالص حابب أأكد على إن التلميذ هو صانع القرار الرئيسي خلال مراحل المسابقة، فلازم نحافظ على ده ونسيب لهم الحرية، مع تقديم طبعاً النصح والمساعدة فقط عند الحاجة. المسابقة متاحة لكل الطلاب من سن 10 سنين لحد 17 سنة وعلى مستوى الجمهورية، والمسابقة مفتوحة لحد يوم 15 أغسطس. وعلشان تعرف معلومات أكتر عن المسابقة، ادخل على صفحة المسابقة www.gota.de/egypt/مسابقة. هنلاقي فيديوهات توضيحية لكل الخطوات، وكمان هنلاقي دليل المسابقة. هيتم تكريم الطلاب الفائزين والمدرسين اللي أشرفوا على أبحاثهم وتكريم المدرسة كمان. وللاستفسار kai-musabaqa@gota.de